انت لو بتحبني مش بس هتسيب مراتك، ده انت هتسيب الدنيا كلها عشان دودو. ايوه بس اللي انت بتطلبيه ده صعب، طب اديني فرصه اظبط اموري. تالي بقى كفايه قرف لحد كده، يعني كل اللي هنا انت طبعا عارفاه. وايه القرف بقى ان شاء الله؟ طيب تاليا انا عارف انت بتعملي كده ليه، عارف عن قصه جوزك وان هو خانك وانا اسف، بس احنا ملناش ذنب، خلق الله اللي انت ماشيه تطبشي فيهم دول ملهمش ذنب، فاهمه ولا مش فاهمه؟ يعني كده فاكر نفسك ان انت شاطر قوي صح؟ واو برافو، تخيل ان انت ابهرتني قوي. حابه اقول لك التسجيلات اللي معاك بالله واشرب ميتها. ايه الفيلم الهندي اللي انت عاملاه ده؟ انت فاكره ان انا جاي اخد الفايلات دي عشان اذيكي بيها؟ انا مش عايز اي حاجه ليها علاقه بيكي، انا جاي اخد اللي يخصني وماشي. بقولك ايه، كلمتين من الاخر، نصيحه لوجه الله، روحي اتعالجي ومن النهارده يا داليا ما اشوفش خلقتك في حته تاني، ما تجيش المكتب، ما تقربيش مني ولا من مراتي، واقسم بالله العلي العظيم لو قربتي مني او من جميله تاني انا ما عارف انا هعمل فيكي ايه يا داليا. ده ايه ده؟ والله مش مصدق، بقيت بتهدد يا معتز. حابه اقول لك ان انا ما بتهددش، وحابه اقول لك كمان ان انت هتيجي لغايه عندي هنا، ولو ما جيتليش هتروح لأي واحدة تانية، عشان انت خاين يا معتز وهتخون مراتك. انتوا الرجالة اصلا كلكم خاينين، مفيش راجل على وش الكرة الارضية دي مش خاين، وانا وانت اهو هتيجي يوم تقولي معاكي حق. اطلع برا، ربنا يشفيك، اطلع برا، ما اشوفش خلقتك تاني، سامعة؟ انا عايز اشوف وشك اصلا برا. اعوذ بالله، اعوذ بالله والله.